انا رسالتي النهارده ان انا بقول لك لو انت عايز تشتغل من تاني وترجع من تاني شغلك هيخص قطاع السياحه. السنه دي من احزن السنوات اللي بتمر علينا من خلال نقعد في البيت ونموت من الجوع او نطلع نشتغل ونموت من الفيروس. الحل ايه؟ الحل بتاعنا سهل وبسيط جدا. الحل النهارده والاختيار النهارده في ايديك، بكره مش في ايديك، بكره هيبقى اضطراري عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طارق المنشاوي ورسالة جديدة من رسائل. عايز تشتغل أو عايز ترجع الشغل بتاعك من تاني، عايز ترجع الحياة الطبيعية بتاعتك من تاني، عشان نوصل للمرحلة دي لازم نعرف هو اللي قاعد في بيته قاعد في بيته ليه. اللي قاعد في بيته قاعد في بيته لأن المؤسسة بتاعته اللي بيشتغل فيها، على اختلاف طبعا القطاعات اللي بنتكلم عليها، تعطلت عن العمل. طيب تعطلت عن العمل ليه؟ كلنا طبعا عارفين السبب، الكوفيد 19. هنرجع للشغل تاني امتى؟ هنرجع للشغل تاني لما قطاع الاعمال يرجع تاني يشتغل. طيب قطاع الاعمال تاني هيرجع يشتغل امتى وازاي؟ اول ما يحصل فيه استقرار لارقام الكورونا او الكوفيد 19. تعلموا الارقام في الوقت الحالي عمالة تتزايد. كان عندنا يوم 1/5 358 حالة، كان يوم 2/5 298 حالة، ودي ارقام مصر ما وصلت لهاش قبل كده، ولكن في تزايد ملحوظ جدا. طيب الاصابات دي طالعه منين؟ اولا مش الدوله اللي بتعملها ولا الدوله تقول لكم عليها، لكن الاصابات دي طالعه منين؟ الاصابات دي طالعه من سلوكنا، وزي ما صرحت الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه ان سلوكيات المجتمع المصري هي المؤديه للارقام اللي احنا بنتكلم عليها في الوقت الحالي. الحكومة من أسبوع بالظبط قالت يا جماعة فاضل أسبوع واحد ونستحمل مع بعضنا ونقول إحنا قدرنا إن إحنا نحتوي الكوفيد 19، لكن مع الأسف إحنا كلنا بنشوف أهالينا وأصدقائنا والناس اللي نعرفهم والناس اللي حوالينا تكدسات غير عادية. مفيش أي نوع من أنواع الالتزام بالوقاية اللي كل الناس بتتكلم عليها، مش بس في مصر ولكن في العالم بالكامل. الحكومة أخذت شوية إجراءات الفترات اللي فاتت، ومن ضمنها الحظر، ومن ضمنها ساعات عمل معينة للخدمات والكلام ده، وأنا عارف تماما التأثير السلبي اللي حاصل على كل الشعب المصري أو على كل من هو متأثر بالكوفيد 19 في العالم بالكامل. عارف إن ده بيحطنا في كمش، إما نقعد في البيت ونموت من الجوع أو نطلع نشتغل ونموت من الفيروس. طيب ما في حل وسيط. الحل الوسيط ده هو عبارة إن أنت تطلع تشتغل ما دام عندك شغل في الوقت الحالي، اطلع اشتغل ولكن خد الإجراءات الوقائية بتاعتك. الموضوع خطير والموضوع صعب جدا إن احنا نتجاهله، وعندنا خبرات من قبل كده. عندنا خبرة بتقول ان في ايطاليا لما استهونوا بالموضوع ده حصل عندهم تفشي غير عادي، ولحد النهاردة نسب الاصابات اللي عندهم ونسب الوفيات اللي عندهم كبيرة جدا، ونسب الشفاء اللي عندهم ما هيش كبيرة. حصل في امريكا، وكل يوم الاف مؤلفة بتحصل لها اصابات وبتحصل الوفيات. حصل في المانيا وحصل في اسبانيا وحصل في كل دول العالم اللي احنا بنقول عليها الدول العظمى، اللي يعني عندهم تعليم يمكن اكبر او احسن من عندنا، عندهم ثقافة مختلفة عننا، لكن حصل لهم الكلام ده، واللي حصل ده كان بسبب استهتار الناس. انا رسالتي النهاردة ان انا بقول لك لو انت عايز تشتغل من تاني وترجع من تاني شغلك، لو سمحت حافظ في سلوكياتك، حافظ في تعاملك مع الاخرين، حاول تحافظ بقدر الامكان، لان انت يوم ما هتتأذى انت مش هتأذى انت لوحدك، انت هتتأذى وهتأذي اقرب الناس ليك. انت النهاردة لو حصل لك لا قدر الله اصابة بشكل متعمد او غير متعمد، هتلاقي نفسك ان انت بتصيب اسرتك، احب ما عندك. فالنهاردة انت قبل ما تخاف على نفسك، خاف على اللي من بعدك، خاف على اسرتك، خاف على بنتك، خاف على ابنك، خاف على والدك، خاف على والدتك، خاف على زوجتك، خاف عليهم. يا جماعة ده بتشوفوا الناس قد ايه على بعضها، حدش لابس ماسك، حدش معاه سانيتايزر، محدش بيحاول ان هو ياخد مسافة ما بينه وما بين اللي واقف جنبه. طب انتوا عايزين الانتشار بتاع الفيروس يقل ازاي؟ الحكومة دلوقتي اخدت اجراءات جديدة،
الإجراءات الجديدة اللي من ضمنها وبنتكلم عليه ونقول إن عودة الحياة الطبيعية من بعد العيد. طيب إذا كان إحنا حاليا دلوقتي وإحنا عندنا المفروض حظر وعندنا إجراءات وقائية بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتبعها، في استهتار بشكل غير عادي. شوف الفيديو ده معايا وقولوا لي رأيكم إيه. طيب الناس اللي عمالة كمان تتريق وتقول الحكومة بتراهن على وعي الشعب، وخليني اقول ان في ناس بيتمنوا لمصر ان توصل الحالات لعشر تلاف وازيد كمان، وما اكترهم على الميديا. ولو انتوا حضرتكم عايزين تشوفوا الكلام ده خشوا على التويتر، خشوا على الانستجرام، خشوا على الكلام ده، هتلاقي الكلام ده موجود بشكل كبير جدا. الناس دي ما بتحبش مصر، الناس دي ما بتحبش شعب مصر، الناس دي مش قاعدة عندنا في مصر، الناس دي قاعدين في مكان بعيد، ومش بعيد هم عن الإصابة، ولكن هم بيتمنوا لنا الأذى والشر. أيوة بتراهن على وعي الشعب، لأن أكتر حد متضرر في الدولة هو الشعب، الناس اللي متواجدين في مصر. النهاردة لما بنقفل محلات ولا بنقفل هايبر ماركتس ولا بنقفل أهاوي وكافيهات والكلام ده كله، أو بنقفل فنادق، هو مين اللي بيتضرر؟ ما هو اللي شغالين في الأماكن دي. طيب الحل إيه؟ الحل بتاعنا سهل وبسيط جدا. الحل بتاعنا إن إحنا فعلا لازم يبقى عندنا وعزمة العالمية اللي موجودة حاليا دلوقتي في العالم كله، وإحنا عندنا جزء منها. الحل في إن إحنا نفهم يعني إيه فيروس، ونفهم يعني إيه وباء، نفهم يعني إيه إن كورونا دي ممكن تجي لك في مش منك أنت مباشر، ولكن من أي حد تاني. الحل في إن إحنا نحمي نفسنا، الحل في ان احنا نحاول نواجه الأزمة العالمية دي بذكاء وبعناية مننا. الحلول كلها موجودة وكلها، يعني انا مش عايز اعيد في الناس قالته، بس خلي بالك ان الخسارة لما بتقع ما بتقعش على حد بعينه، الخسارة لما بتقع على كل الناس. اكتر المتضررين في القصة دي هتبقى حضرتك، وهتبقى اسرتك، وهتبقى دولتك في الاخر. مش عايز اقول لكم طبعا ان في امريكا في الوقت الحالي وفي المانيا وفي دول كتيره جدا في مظاهرات، الناس طالعه بتقول عايزين نشتغل، والبلاد مش قادره تعمل لهم حاجه، او الحكومات البلاد دي مش قادره تعمل لهم حاجه، لان النهارده قطاع الاعمال واقف، الاقتصاد في العالم كله متاثر بشكل سلبي جدا. خبراء الاقتصاد حاليا دلوقتي بيتكلموا في ان نسبه الانكماش اللي حاصله في العالم كله، الاقتصاد العالمي كله، من 7.5 الى 8%. بل بالعكس، في بعض الخبراء كمان اللي طلعوا واتكلموا وقال لك لا 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 خلاص، الكلام ده مش صحيح، نسبه الانكماش الاقتصادي اللي هيحصل في العالم لا يقل عن 15%. في بعض الشركات اللي قفلت وفلست، في بعض شركات الطيران اللي اعلنت افلاسها، في شركات كبيره جدا بقطاعات كبيره جدا اعلنت افلاسها. احنا الحمد لله لحد النهارده في مصر عندنا الاقتصاد بتاعنا الى حد ما موزون، وكل الناس بتتكلم النهارده ان الاقتصاد المصري الحمد لله موزون، ولكن هيفضل مستمر لحد امتى؟ هيفضل مستمر طول ما احنا قادرين نحارب ونواجه الكورونا فيروس. لكن لو ما قدرناش وتعاملنا بالموضوع باستهتار، صدقوني احنا اللي خسرانين مش اي حد. لو استهترنا وتعاملنا باستهتار في الموضوع هنبقى زي ايطاليا، هنبقى زي اسبانيا، هنبقى زي امريكا في الوقت الحالي، واحنا مش عايزين نبقى زيهم. والاول مره بنقول في حياتنا كلها ان احنا مش عايزين نبقى زيهم. الحمد لله ان احنا الامور عندنا متسيطره، حتى بالارقام اللي احنا وصلنا بيها لحد النهارده ما زلنا الحمد لله في نطاق وحيز نقدر ان احنا نحافظ عليه. لكن بعد كده الله اعلم، ما احناش عارفين هيوصل لحد. يوم والتاني بنسمع ان في تجربه على علاج معين، ولكن النتائج الأخيرة اللي لحد دلوقتي إن مفيش علاج معتمد الناس بتشتغل عليه، إلا مؤخرا سمعنا من وزارة الصحة المصرية إنها بتتعاقد مع أمريكا على العلاج اللي هم عملوه. الحل كل فرد من أفراد المجتمع يحاول يحمي نفسه وأسرته،
يحاول يتبع الاجراءات. في الوقت الحالي طبعا عندنا في مصر الاعداد عماله تزيد والكيرف بتاعنا عمال يزيد، وكنا من 13 فبراير لحد النهارده، لحد من اسبوع فات كانت الارقام مبشره بالخير جدا والامور كانت متسيطر عليها، ولكن مع كل اسف بدات الاعداد بتزيد بشكل قوي جدا وملحوظ. طب احنا نعمل ايه؟ احنا احد المؤثرين الاساسيين في الموضوع ده. احنا كافراد نقدر نعمل ايه؟ احنا كافراد لازم نمشي بالاجراءات الوقائيه اللي قالتها وزاره الصحه المصريه او او منظمه الصحه العالميه. البس الكمامه لو تكرمت، لو سمحت البس الكمامه طول ما انت خارج البيت. مش هقول لك ما تخرجش، ولكن لما تخرج البس الكمامه وخلي مسافه ما بينك وما بين اللي انت بتتعامل معاه لا تقل عن متر ونص او متر. اغسل ايديك باستمرار. الناس كلها من اول ما طلع كورونا بتقول لك ان المسبب الرئيسي لانتشار الفيروس او لان البني ادم بيتعدي هو عن طريق ايديه، وان هو بيحطها في وشه او في المناطق الجهاز التنفسي. فاغسل ايديك لو سمحت. قلل الزيارات، ما تحاولش انك تزور حد، لان اللي انت هتزوره دوت لو لا قدر الله انت كارير يبقى انت بتاذيه، او لو هو كارير فهو بيأذيك. حاولوا تقللوا الزيارات في الوقت الحالي. احنا عدى علينا رمضان المفترض ان احنا كلنا بنزور بعضنا فيه، وبيبقى شهر كريم علينا كلنا، وبنحاول كأسرة ان احنا نبقى مجتمعين مع بعضنا في شهر كريم زي كده. السنة دي من احزن السنوات اللي بتمر علينا في خلال شهر رمضان. شم النسيم الناس كانت بتحتفل بيه ازاي؟ اخواننا المسيحيين اللي ما قدروش ان هم يحتفلوا بعيد القيامة. يا جماعة احنا في عصر لم يمر علينا من قبل كده، ومع كل اسف ان احنا بنشهده. انا عايزك تتابع الارقام اليومية وتزعل جدا لما الارقام تزيد، وتفكر مرة واثنين وثلاثة طب انت تقدر تشارك بايه او انت تقدر تساعد بايه. مش علشان حاجة، ده علشانك انت مؤثر في الدولة. ولكن النهاردة التأثير الإيجابي أو السلبي بيبقى نابع من حضرتك، مننا إحنا كشعب. أول ما الأرقام تتراجع وأول ما الأرقام تبقى تحت السيطرة هنلاقي في مصانع بتفتح، هتلاقي في شركات بتفتح، هتلاقي في مؤسسات رجع تفتح، هتلاقي في الناس اللي قاعدة في بيوتها بدأت ترجع تشتغل من تاني، هتلاقي أن الحركة بدأت تعود من تاني. والعكس صحيح، لو الأرقام زادت صدقوني غصب عن عين الحكومة وغصب عن عين الشعب هيضطر يقعد في البيت. الحل النهاردة والاختيار النهاردة في إيديك، بكرة مش في إيديك، بكرة هيبقى اضطراري عليك. وخدوا عبرة ومثل من اللي حصل في الدول اللي حصل لها total infection، من الدول اللي حصل لها تفشي في الوباء عندهم. النهاردة ولا بينتجوا ولا بيصنعوا ولا حد بيشتغل، وكل المدن مقفولة، وكل الشركات والكافيهات وكله مقفول. فإحنا مش عايزين نوصل المرحلة دي. لو انت عايز ترجع تشتغل من تاني. ما يخص قطاع السياحة، وزي ما قلت لكم قبل كده، لو انتوا شفتوا 1179 أوتيل في مصر مقفول، ما عدا كام أوتيل محدودين على الإيد اللي بيستضيف المصريين المغتربين في الدول الأخرى. ولو عدتهم هتلاقيهم 6 أوتيلات من 1179 أوتيل. يعني إيه في 1179 أوتيل مقفولين؟ يعني في تقريبا حوالي 6 مليون ل 8 مليون حد متأثر بالسلب اللي هو بيتعامل مع قطاع السياحة قاعد في بيته النهاردة ومش شغال. في شركات على وشك الإفلاس النهاردة. لما الشركات دي تفلس وتقفل نهائي صدقوني كل العمالة اللي فيها هتتضرر، وهتتضرر بشكل كبير. لو سمحتوا لو عايز ترجع لشغلك وعايز ترجع لحياتك الطبيعية اصبر كلها بالكتير قوي شهر وتنتهي قصة كورونا او الكوفيد 19، ونقدر نسيطر بشكل كامل على اللي موجود، او تم استخراج علاج او فيكسين للكورونا او الكوفيد 19. ارجوكوا حاولوا بقدر الامكان انك تستوعبوا الموقف اللي موجود وتتعاملوا عليه. وكفانا استهتار.